انشقاقات جديدة في قصر الوجبة تكشف خفايا الحكم في قطر. ثلاثة منشقين جدد عن حكم تميم هم عبد الله آل ثاني وفهد بن عبد الله آل ثاني وخليفة بن مبارك آل ثاني، وجميعهم من العائلة الحاكمة في قطر. أشكركم لتفاعلكم، مستمر معاكم إن شاء الله، والتقيكم إن شاء الله في الدوحة قريب بإذن الله. فلماذا انشق هؤلاء؟ سبب خروجنا هناك اليوم مستعمر تركي، وكثير من الشعب ومن الأسرة الحاكمة مستعمل هذا الشيء في الفساد المالي والفساد الإداري. الانشقاقات أثارت جنون النظام القطري فانتهك حرمات الأسرة الحاكمة. الأمن الداخلي، القوات الخاصة عندنا يسمونهم الأخوية، دخلوا إلى بيوت كثير من الأسرة الحاكمة، يبغون ملفات، يبغون وثائق تثبت أن هل لك أحقية في الحكم أم لا، هل أنت من سلسلة حكم أم لا. لكن هل يحظى المعارضون لنظام تميم بالتأييد؟ تأييد داخلي فيه من الأسرة وفيه من الشعب، والنسبة ممكن أعطيك إياها أتكلم لك 75% إلى 80% في مؤيدين، ويتواصلون معنا كثير من الأسرة، تواصلوا معنا، وإذا سافروا خارج الدولة يتواصلون معنا، وكثير من الأسرة عليه منع السفر. مع هذه النسبة الكبيرة من التأييد كيف سيتحرك المنشقون؟ إن شاء الله في تحرك، والتحرك مش من اليوم بدينا فيه، من بداية الأزمة كل شيء يبي له وقت، وإحنا نجهز له، وفي القريب العاجل إن شاء الله يطلع للعلن وترجع قطر لحضنها الخليجي والعربي وليس إلى الحضن الإيراني أو التركي وغيره.